بعد التباينات والاختلافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين أقطاب قوى الرابع عشر من آذار، وبعد غياب الاجتماعات الدورية لمدة أسبوعين، ها هو مقر الأمانة العامة في الأشرفية يجمع مجددا كل أحزاب 14 آذار ومن دون استثناء، للتأكيد أن التحالف فيما بينها باق وأن حركتها المؤتمنة على العيش المشترك والطلاق الإسلامي المسيحي ستستمر. قوى 14 آذار جددت دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودانت نشر صور شهود لبنانيين في بعض الصحف، كما رحبت الأمانة العامة بعودة حزب الكتائب. هذا الاجتماع هو اجتماع ترحيبي لحزب مؤسس صديق مكون له أيضا أفضال كبيرة على حركة الاستقلال وهو حزب الكتائب من بعد التباينات اللي كانت موجودة بين الأمانة العامة وبين هذا الحزب، وهم طبعا مشاركون أساسيون في أعمال الأمان العام، وستستمر الاجتماعات الدورية ابتداء من الأسبوع القادم. 14 آذار أكدت مواصلة الدفاع عن القيم الوطنية الكبرى. الحرب الأهلية انطويت، ما بقى بدنا نرجع إلى الماتريس الطائفية. من يريد أن يعود بنا إلى إعادة إنتاج التوتر الطائفي بلبنان مع سقوط النظام السوري، نرد عليه بجملة واحدة: نحن نريد كحركة 14 آذار أن تكون مناسبة السقوط الحتمي للنظام السوري مناسبة لبناء السلام اللبناني اللبناني، وليس إعادة إنتاج الحرب الأهلية بين اللبنانيين. ورأى دكتور فارس السعيد أن كل قوى 14 آذار تدرك أنه إذا فرط عقدها ستكون وحدة لبنان مهددة بالزوال.